صافي سالينا صافي نمشي بقاي بعيده بميترون صحيدي مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات برنامج 5 5 5 5 يستضيف يوميا النجوم 5 5 على قناه ام بي سي 5. اليوم معنا نجم النجوم نجم الراب المغربي البنج. البنج لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. شويه بخير بحال قلتي بخير زائد شويه فاصل ونواصل. دابا الكونسيبت هي هذا البرنامج واخا غيصور قبل رمضان غيدوز في رمضان. عرفت فهمت صافي ولكن غنقول لراسنا راه كنصوروا في رمضان. فوالا سي بون 3 2 1 اي سي البنج بارك عواشرك. الله يبارك فيك علينا وعليك. دابا كتشوف بانه مات لك الحوت. نمشي للدار نطل في الكواريوم ونقول لك اش واقع. المشكل اللي عندك مع مورو شنو؟ كان واحد سوء تفاهم عبر الانترنت وسالا. فاصل ونواصل. واش ما عجبوكش اسئله؟ لا مش مزيانين اصاحبي. علاش ما عجبونيش؟ لا حيت حسيتك ما مرتاحش. لا واتاك هضر كيف ما بغيتي خلي الحلقه غاده. يلا 3 2 1 اي ندوزو لفقره الجمهور ونسولو سي البنج بعض الاسئله او الاراء. شكون عنده شي سؤال للرابور البنج؟ تفضلي. انا مولوعه بفن الراب وكيعجبني بزاف الراب. بالحق ملي كنصنت الاغاني كنحس بهم بحال سواقيين شي شويه. واش زعما انت يعني كديرها عمدا ولا كيصدقوا هكاك؟ اش من اغاني سواقيين كتهضري عليهم؟ عطيني شي اغنيه جاتك سواقيه من الاغاني ديالي. واخا تقول لك سواقيه انت جاوب بطريقه. لا ما شوف كاين واحد الطريقه ديال السؤال كيكون على كيتبنى على الجواب فهمتيني. شكون عنده شي سؤال اخر سي البنج؟ تفضل. انا السؤال اللي عندي هو كيفاش وصلتي زعما لهاد الشهره هادي وهاد المجد اللي انت دابا حاس به بلا موهبه؟ لا ما طيحش بالفنان ما طيحش بالفنان. واش الطريقه اللي كتهضر بها انت كتناسب شخص كيهضر مع فنان؟ فين هو الفنان؟ فين هو الفنان؟ عليك السؤال. الفنان ديالنا هو مراد العشابي. ما كنسولش دابا مراد. مراد راه تبارك الله عليه. انا السؤال لك نتايا زعما باش كتحس سي بون عافاك فقره ديال الجمهور سالات سي بون. هاد المره ملي بغي يسول شي واحد بشي طريقه خصو يحترم المقام اللي هو فيه سينو كتبدا تفاقم الاوضاع. انت راك عارف ملي كتفاقم الاوضاع. واخا سي البنج كاين تعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي. أيه. كيتعلقوا حنا جنا الناس اللي كيعلقوا باش يسولوك. لا انت عطيتي الفرصه لواحد الناس اللي كاينين في التعاليق الاجتماعيه يكونوا في الواقع وعطيتي ودخلتيهم في واحد الكادر اللي كيفاش غنشرح لك. كوب كوب عافاك ما قلتي والو كتبان ضعيف قدام الجمهور. حلف بالله طلعينا عليك الجمهور. لا ما مطلعيناش الجمهور. دخل شوف قرا الكومنتات وتا هذا الجمهور ديالك اللي عزلتيه. ما كتعرف راسك كتغني هادو راه الجمهور. ديسلايك هاد الناس هادو شديتي الناس اللي دايره ديسلايك هزيتيها. نصوروا صور 3 2 1 اي ما كتشوفش سي البنج انك اسات للراب المغربي؟ انت صوره غير مشرفه للراب. ما انا على التخربيق شنو هذا برنامج ولا ما فهمتش واش ما عجبكش الحال؟ ما دون المستوى باش نجيك من الاخر. ياك ما استقصي راسك راك فنان راك خدام بلوطوتين. فنان كبار كتصنط لهم انت وكل شيء كيديروا لوطوشين. انا نتاك دابا تغني قدام الناس مباشره. تحديتيني نغني كذا. ما بغيتش نغني قدام الناس مباشره. انا جبت لك لوطوتين وتتعصب لوطوشين حيت عارف راسك ما عندك الصوت. شو باش نقول لك انا غادي للدار نتحداك دابا تغني قدام الناس. لا ما نغنيش. يلا خويا يلا نكملوا عافاك واخا تا نكملوا مع المصيبه غادي نسول المصيبه مراد تحترم النفسيه ديالك ولا تدويش في هذا المصطلح ديال الزنقه. لا غنهضر بمصطلح اللي بغيت انا حيت انا اللي جيت هنايا ندمت تجيت حيت لك كثرتي معايا بالطريقه هذه نقدروا نوصلوا لشي حاجه ماشي هي هذيك. قال معايا مزيان وخلينا غادي مزيان الله يرضي عليك. مشيني التبيضيق ما عندنا ما نديروا بلاش خسروا الهضره كنحترموا الناس. واخا انا غنسالي معاك طليه لك حلا عافاك الله يرحمك. سالي معايا انايا ما بقينا ما بديناش اصاحبي راه ديال البدايه راه مازال مراد احترم شويه ولا غادي نخرج للعيب ولا غنقلبوا هذا البيرو هذا وغتلقى راسك لتحت ورجلك الفوق. ومن قبيله وانا ضابط النفسيه ديالي وماشي ما بقاش من الشيم ديالي نصبر بزاف غنجيك من الاخر. علاش كتقلب مراد خرج ليا من روم تكنيشان ونفاري ولا انا كنسول سول دابا كتسال الهضره ندخلوا الضيف. مرحبا. شكون اللي كتوقع يكون ضيف هنا؟ غيكون شي واحد بغينا نشوفوه كاملين. الا قلت لك شنو راي ديالك فاتي جمالي؟ ما كنعرفهاش شخصيا والله يسهل عليها والله يزيدها في داكشي اللي كدير والله يكمل عليها بالخير. اش كدير هي؟ ما الصراحه ما عرفتش. درتيها براسك ما كتعرفهاش كلشي كيعرفها. لا انا كنعرفها فايت شفت التصويرات ديالها داك الشيء الفيديوهات طالع يعني واحد الانسان بيرسوناليتي بوبليك يعني شخصيه عامه. فراسك كتغني وعندها الصوت احسن منك. مزيان الله يكمل عليها بالخير. واش ما عرفتيش فاتي جمالي؟ وعرفتها اصاحبي. علاش ما غنعرفهاش؟ علاش نكرتيها ما فهمتش؟ كيفاش نكرتها مالي مجوج بها واش مسطيها اصاحبي ولا مالك؟ تكون شويه منطقي اصاحبي في الاسئله ديالك. واخا يلا 3 2 1 اي ضيف او ضيفه هذه الحلقه هي الممثله والمغنيه ملكه الجمال فاتي جمالي. مرحبا بك فاتي جمالي. مرحبا بك.
مراد نهضر معاك سيدوبلي. اسمحوا لي اسمحوا لي مراد. واش منيتك؟ كيفاش منيتي مال؟ منيتك غير بنيتي فهاد الثانية؟ شنو مالك؟ لا 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 جيت مع الطلاوي مي ما غاديش نجي الضيفة الثانية ديال سيدي. كيفاش الضيفة الثانية؟ لا أنا بغيت ندير ضيف مفاجأة. ما تعرفوش ما نقدرش. وباش نحمو الطرح شعل العوافي مراد العشابي انسحبوا فاتي جمالي وداروا راسهم كيدويو وما فاهمينش وبالعان خلينا الميكرو شاعل في البلاطو باش كلشي يتسمع وتزيد تشعل. عفاكروتوش مكياج فاتي جمالي يلا 3 2 1 اي الضيفة المفاجأة ديال هاد الحلقة هي النجمة المتألقة فاتي جمالي. فاتي جمالي نجمة مغربية شابة تألقت مؤخرا بمجموعة من الأعمال، مرحبا بك. شكرا. مبارك عواشرك وإن شاء الله بالصحة والعافية. يخليك. معايا الرابر المغربي البنج، أنتم في دومين واحد. شنو شنية درج دومين؟ دومين ديال الموسيقى. لا ماشي بحال السيدة كدير الموسيقى. كوب عفاك كدير الموسيقى. علاش أنت كدير الموسيقى؟ تريسيان أنا ما عرفتكش، قدمينا نفسك. يلا قلت لي كنعرفها السي البنت منافق كبير. لا تغلطات لي مع واحد السيده كتغني احسن وجبني يطلع عليا ولا شنو تنطلع عليك اسانسور انت الله يهديك خويا ما كنعرفكش علاش كتضحك عليا انت انا ما عرفتكش لا حيت قلت الاداب لا بغيت نضحك فين هو المشكل لا صاحبي البنت والله الا عيقتي لا بصح بالله حتى نعيق انا واش مريض ولا مالك شوف كيفاش نعيق اصاحبي انت جالس من الصباح انت كتدخل تخرج عليا في الهضره شويه جيب لي هاد العيبه هادي ما فهمتش شنو هاد العيبه كندوي على هاد النبته هادي ما دويتش لك انت مره كتعاطى مع مراه رحشومه صاحبي وانا كندوي راه انا مره ما تعاطيتش اصاحبي انا كندوي على النبته واش هذا فنان ما فهمتش انا شنو النزال اللي عندكم انا والله تندمت لقيتكم واش من نزال واش مريض بوكس هذا باش واش مريض من نزال يكون بين الراجل والاستاذه مسكينه لا ما عرفتش انا شنو دخلك انت معها ما فهمتش كيف جيت لك البنج كضيف مفاجاه ما فهمتش اش غادي تخسر لي هادشي لا انا هو الضيف وهي المفاجاه المره ملي غادي تبغي تختار الضيوف ديالك عرفت تحط المستويات مع بعضياتها ما تخلطش شعبان برمضان شي مريضه ولا ما تقشي في راسك راه انت تيق في راسك لا بغيت نسول واش انت تيق في راسك واش انت تيق في راسك بزاف وصافي البنج لا حبك اصاحبي خنكملوا هاد الحلقه خويا البرنامج مستضيفني فيه ما علمتينيش شكون هو الضيف ولا جيب هاد الضيفه اش غنستافدوا من الضيفه هادي وانت اش غنستافدوا منك اختي انا ولي مدور البرنامج باش مدورو زيف حياتي الله يرحم لك الوالدين والله العي والله الا ميعتي لي اقسم لك بالله لك ندوي شوف الحلقه ديالك مزيانه هاد القضيه هادي وسير شوف الحلقه وفهمتيني اللي وراك هاد الحلقه باش ديرها بحال ماك مراد ما عندكش حق تهضر معايا انت عندك حق تهضر معايا بحال هكا كبير هذا اجمع راسك اجمع راسك فهمتيني ما عندنا ندير بهاد العباد صافي سالينا ساره ديال ما نديرو ديفنا حياه في برنامجنا غادي يكون حاصل مراد ما عندكش حق تهضر معايا انت عندك حق تهضر معايا بحال هكا كبير هذا اجمع راسك اجمع راسك فهمتيني ما عندنا ندير بهاد العباد صافي سالينا ساره ديال نديرو بها عطيني التليفون ديالي خليني نخرج بحال هادشي من هاد البلاطو هذا علاش كضرب بلاطو علاش علاش كضرب بلاطو مراد لا علاش كضرب بلاطو مراد لا علاش كضرب بلاطو علاش هرس بلاطو انا مكبيله وانا مبرد معاك عشي علاش كان صحابك كضحك لا ولكن علاش 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 علاش, علاش هرس البلاطو دابا محشومه علاش هرسنا البلاطو دابا انت ملي غنتحضر هذه المره نهز تليفوني وغتحبسني قبل منا اتصل بشي واحد كتعرفو في ليرجونس صافي حيط طفي هاد الليه فين غادي فين خطيح في مصيده باين عطيني تليفوني خليني ندور واش جيتي تلاج مع مراه عطيني تليفون علاش كدفع اصاحبي علاش كدفع علاش كدفع علاش كدفع اصاحبي علاش كدفع علاش كدفع يا حسابي صافي ريح نمشي بقاي بعيده بميترون حيدي فحال مضربش كورونا مسافه الامان حيدي فحال هكا مراد اخر مره تعيط لي بحال هكا البنج اجي البنج تطلع مني البنج تطلق مني راه شي صالي يطلع الضيف ديالنا تعصب بزاف وحلف لك كمل البرنامج كان خاص ضروري مراد يقول لي بلي شارك معنا في برنامج طلعات وبلي كلشي مفبرك باش نقيسوا درجات الصبر والتحمل ديالك والمسامحه مره اخرى صفقات على البنج البنج الرابور والنجم المغربي البنج قسنا ليه درجة الصبر والتحمل ديالو صبر لينا بزاف واخا انا شخصيا كنعرفو قبيح وإلا ناض كترون يسمح لينا بزاف وماشي انا اللي بغيت نقيس لك درجة التحمل ديالك اول واحد هو الجمهور راه معانا ثاني حاجة فاتي جمالي معانا وانا شخصيا من اشد المعجبين ديال الفن ديال البنج وصاحبي وعزيز عليا وكنعتبره نجم من نجوم في الراب شكرا تحيه للبنج وسمح لينا بزاف